بالنسبة لزكاة الذهب، الزكاة بالزاي ليس بالذال، بالزاي اللي الراء عليها نقطة، الراء عليها نقطة. زكاة الذهب كل مال محبوس من أجل الاستثمار بلغ أكثر من 84 جراما، أيا كان عيار هذا الذهب، أيا كان عيار هذا الذهب فعليه ربع العشر، فعليه ربع العشر. وبالتالي الذهب الذي تلبسه المرأة إذا كان ليس من أجل الاستثمار وإنما من أجل الزينة فليس عليه زكاة عند كثير من أهل العلم.